السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الوطن والتي استهلت: الصحة العالمية تشارك في احتفال جائزة رئيس الوزراء للأطباء المتميزين، خبراء في ندوة لصحيفة الوطن، العقار في مملكة البحرين صلب رغم فيروس كورونا، وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت: وزير العمل دفع 50% من رواتب المواطنين بالقطاع الخاص، مباحثات مع النواب لإصدار تشريع يلزم بجعل البحريني أولوية في التوظيف، 293 مليون دينار التداول العقاري بالنصف الأول. ومع صحيفة أخبار الخليج مشاهدين، والتي نشرت على صدر صفحاتها: وزير المواصلات مبنى المطار الجديد مرآة لثقافة البحرين وإرثها العريق، البحرين الثانية عربيا وإقليميا في المؤشر الأممي للحكومة الإلكترونية. وأخيرا ضمن جولة العناوين ستكون مع صحيفة البلاد والتي أكدت: التأهيل والتدريب للعقوبات البديلة إلكترونيا عن بعد، الغرفة تدعو للتحقق من الشركات العالمية. لفتت صحيفة الوطن أنه في رسالة تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر من السيد تيدرسون أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد فيها مشاركة سكرتارية منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للأطباء المتميزين في البحث العلاجي والطبي. نشر صحيفة الأيام أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قال إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دفع رواتب البحرينيين بالقطاع الخاص بحد أقصى 50%. بقلم الأستاذ الدكتور بجامعة الخليج العربي وليد زباري نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج، والذي جاء بعنوان: خفض الكلفة الاقتصادية للمياه المنزلية أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها. فإلى سطور هذا المقال: لا يختلف اثنان على أن فترة جائحة كورونا كوفيد-19 تعد امتحانا للعديد من الملفات الحيوية في مملكة البحرين كغيرها من الدول، ويتم فيها اختبار قدرة وجاهزية منظوماتها الحالية على مواجهة هذه الأزمة. أعتقد أنه في هذه المرحلة من المهم التركيز على موضوع الشراكة المجتمعية ووعي المواطن المستهلك في قطاع المياه، كونهما من المكونات الرئيسية للقدرة على التكيف وتقليل شدة التأثر. قد تكون هذه الجائحة فرصة سانحة لرفع مستوى التواصل بين الحكومة والمجتمع حول موضوع الترشيد وضمان رفع وعي المستهلك وبيان دوره المهم في الإسهام في تكيف مملكة البحرين، وذلك من خلال تزويده بالمعرفة المطلوبة حول التكاليف التي تتحملها الحكومة للمياه والكهرباء ومدى الدعم الذي يحصل عليه المستهلك. نطالع من صحيفة الوطن أن تقريرا حديثا من المجلس الأعلى للمرأة كشف أن 20% هي نسبة تطوع المرأة البحرينية من إجمالي أعداد المتطوعين مع الإدارة العامة للدفاع المدني لمكافحة فيروس كورونا. هذا وخط الكاتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج، والذي جاء بعنوان: ارتداء الكمامة بين الثقافة والغرامة. فإلى المقال: فكرة ارتداء الكمامة مرتبطة بالثقافة والسلوك، وحينما تخاذل البعض
وتقاعس عن الالتزام بالثقافة والسلوك كان لزاما، فرض الأمر من خلال الغرامة والعقوبة بشتى أشكالها وفقا للقانون، حفاظا على صحة وسلامة الجميع. حتى اليوم فإن عدد مخالفات عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وصل إلى 10,866 مخالفة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة الزمنية التي تم تطبيق الإجراء فيها. وقد تصدرت محافظة المحرق مسألة المخالفات، جاء بعدها المحافظة الشمالية، ثم محافظة العاصمة، بعدها المحافظة الجنوبية. ووزارة الداخلية مشكورة تبذل جهودا مضاعفة ورقابة واضحة وتوعية مستمرة. أقترح على كل مجلس تنسيقي في كل محافظة أن يدرج مسألة تصفير مخالفات الكمامات ضمن جدول أعمال اجتماعاته الدورية، فقد بدأ الصيف وبدأت العودة التدريجية. نحن مقبلون على مناسبات متعددة مما ينبئ بزيادة التحرك والخروج من البعض في الأماكن العامة، ربما تزداد معه مخالفات عدم ارتداء الكمامة. أكد الخبراء في ندوة جاءت بتنظيم من صحيفة الوطن حول تحديات القطاع العقاري في مملكة البحرين في ظل أزمة فيروس كورونا. أكدوا أن القطاع العقاري في مملكة البحرين صلب وقادر على الاستمرار بقوة بالرغم من جائحة فيروس كورونا. نشر صحيفة البلاد مقالا للكاتب أسامة الماجد، والذي جاء بعنوان خليفة اسم مبارك يرسم البسمة على الشفاه. إلى المقال. نحمد الله تعالى على نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها سيدي ووالد الجميع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، القائد العظيم الذي يحمل البحرين وأهلها في قلبه الكبير أينما يكون. اعتاد سموه دائما حفظه الله على إدخال البهجة والسرور في نفوس كل المواطنين، فها هم الكوادر الطبية الذين يعملون بالخطوط الأمامية في مواجهة جائحة كورونا ينهلون من كرم سموه، وذلك بعد أن أمر سموه أيده الله بإعفاء الكوادر الطبية والذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم منذ فبراير 2020 من أي غرامات مالية أو مخالفات. خليفة اسم مبارك يرسم البسمة على شفاه ويزرع أشجار السرور في بيت كل مواطن، حفظكم الله ومتعكم بموفور الصحة والعافية لمواصلة البناء والعمل من أجل البحرين وشعبها. إلى الأخبار المنوعة لجولة هذا الصباح، حيث نطالع من صحيفة البلاد أن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قراراً باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية عن بعد في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبة بديلة. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال بن أحمد قال أنه سيتم تحويل 10 من الكتل الرخامية إلى منحوتات فنية تستخدم لتزيين المرافق وصالات مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي بمشاركة نخبة من النحاتين البحرينيين. بيّن صحيفة الأيام أن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح أكد أنه تم توفير 19 أرضاً زراعية بمنطقة هورة عالي لصغار المزارعين للاستفادة منها لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد بهدف استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي.
الإعلام الأمني والخطوات الاستباقية عنوان مقال للكاتب إبراهيم النهم. فإلى المقال. تقودنا جهود كادر الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في كافة القضايا والحوادث التي تشغل المواطن وتثير اهتمامه أولاً بأول، للأهمية التي يوليها المعنيون بهذه الإدارة للمعلومة وسرعة التعامل مع الحوادث في ظل الفضاء المفتوح الذي وفرته تكنولوجيا. وكما أن منصات الإعلام الجديد وساحات السوشيال ميديا المتنوعة تشهد نمواً متسارعاً للحدث والمعلومة ونقل الصورة بدقة متناهية وبمسؤولية اجتماعية متكاملة تساعد على وأد الإشاعات ومنع إثارة البلبلة والفوضى، إن أجهزة الإعلام الحكومي وبنجاحات الكوادر المخلصة أضحت قنوات وصل مهمة اليوم ما بين الجمهور والجهات القادرة على تقديم العون والمساعدة وحلحلة الصعاب وإزالة العقبات، منها مثالا تطبيق تواصل والذي اختصر السنوات الضوئية جهدا ووقتا. نقرأ من صحيفة الأيام أن مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين أحمد مال الله قال إن نحو 4000 طالب وطالبة سوف يخضعون لاختبارات القبول في الرياضيات واللغة الإنجليزية افتراضيا لأجل الالتحاق بالبوليتكنيك للعام الأكاديمي القادم. أوضحت صحيفة أخبار الخليج أن نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2020 أظهرت استمرار محافظة مملكة البحرين على المرتبة الثانية عربيا وإقليميا في مجال التطور العام للحكومة الإلكترونية. بيّن الصحيفة الوطن أن الفريق التقني للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أحرز المركز الثالث في هاكاثون الدورة التدريبية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والتي جاءت بتنظيم من جامعة تقنية في روسيا الاتحادية. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.